مستحق ولا في احد في الجوله غير؟ لا يا رجل، احيانا الواحد يختل، مثلا رونالدو بحاجه لرايي او راي غيري. رونالدو يعني ولا يلام حارس ولا مدافع. رونالدو اذا كان في يومه كامل تقديري واحترامي، لاعب عظيم يعني، سجل بكذا طريقه ولا زال عنده الكثير. رونالدو او يعني اول مره اشوف النصر او طريقه نصر استثمرته بشكل، حتى هو يعني تفاعله مع اللعيبه يبدو ان الطريقه طريقه رونالدو، يعني مو هذا رونالدو المباراه اللي قبلها يواجه المرمى بسهوله. فالمباريات القادمه رونالدو طبعا حيكون في رقابه، ولكن اذا تعاون لعيبه النصر وصار في امداد ولاحظ غياب تاليسكا مع عوده تاليسكا ايضا وتفاعل رونالدو بهالطريقه، والشيء الجميل شوف لاعب عالمي عنده مدى الرصيد من الالقاب، افضل لاعب في العالم، هداف ما يعلى عليه، ولكن شوف حبه وشغف، حبه لكرة القدم وفرحته بعد كل هدف. يقول كل واحد والله الوحدة، لا يا جماعة، هذا رجل يعطي دروس اللاعبين، يعطي قتالية، شجع زملائي، يروح للاعب اللي صنع. هذه الدروس المفروض أن نستفيد منها. لذلك رونالدو يعني ما شاء الله تبارك الله حضوره جميل ومدهش، مستحق.